حدث مهم جدا يحصل قبل زلزال 92 في مصر بيوم، وزلزال 92 يعتبر واحدة من أكبر الكوارث الطبيعية اللي حصلت في مصر في التاريخ الحديث. والحدث ده إن مجموعة من الروحانيين شافوا حاجات غريبة هتحصل في مصر قبل الزلزال بيوم، والأغرب إن كل اللي شافوه حصل. 1992 تحديدا 10 أكتوبر الساعة 3:09 العصر، وده تاريخ أقوى زلزال حصل في مصر. وبالمناسبة أنا من الجيل اللي عاشوا زلزال 92 لحظة بلحظة. الزلزال ده كان كارثي بكل المقاييس وطال كل فئات المجتمع. المناطق الشعبية والعشوائية اتدمرت، وكمان المناطق الراقية. مفيش حتة في مصر ما تأثرتش بزلزال 92. لكن التاريخ اللي بنتكلم عنه النهاردة أو الحدث اللي بنتكلم عنه النهاردة حصل قبل الزلزال بيوم، يعني يوم 9 أكتوبر سنة 1992. مجموعة من الروحانيين في مصر متعودين يتقابلوا بشكل سري وبشكل غير علني في واحدة من الأماكن السرية اللي كانت تابعة لجمعية الأهرام الروحية، والجمعية دي كانت مشهورة وكان بينضم ليها مجموعة كبيرة من الروحانيين واللي بيطلق عليهم المعالجين الروحانيين أو أصحاب الطاقات والبركات الروحانية. وجمعية الأهرام الروحية كانت مشهورة بشكل طبيعي وكانت متخصصة في العلاج الروحاني، وكان بينضم ليها أشهر العرافين والدجالين والمشعوذين وكمان ما يطلق عليهم المعالجين الروحانيين. ومن أشهر أعضاء جمعية الأهرام الروحية الحاجة صفصف وعبد الفتاح الطوخي والسيد الحسيني ومجموعة كبيرة جدا من العرافين والمنجمين المعروفين في مصر. بعد إلغاء جمعية الأهرام الروحية فضل مجموعة من الروحانيين بيتقابلوا بشكل سري وبشكل أسبوعي وثابت علشان يقعدوا مع بعض في قعدات مختلفة بيتم طرح فيها قوة كل واحد فيهم بطريقة منفصلة، وكانوا بيستخدموا مجموعة من الطلاسم ومجموعة من التعويذات اللي بتساعدهم في تحضير الأرواح، واللي كانوا بيطلبوا من الروح دي شوية معلومات علشان الروح تقول لهم المعلومات دي في الجلسة، وبيكون المجموعة اللي قاعدين كلهم سمعين الكلام اللي بيتقال أو شايفين الصورة اللي الروح ظهرتها لهم بعد ما هم حضروا الروح دي في جلسة تحضير الأرواح السرية اللي كانت بتتعمل في جلسات مغلقة. قبل زلزال 92 بيوم كان المجموعة دي مجتمعة في واحدة من البيوت في وسط البلد، وكانوا قاعدين في جلسة دائرية، واتفقوا ان هم عايزين يحضروا روح يسألوها في شوية حاجات ليها علاقة بالطالع او ليها علاقة بالغيبيات زي ما هم بيقولوا، واستخدموا بعض الطلاسم والتعويذات. والروح فعلا لما ظهرت لهم ورتهم حاجة غريبة جدا، ورتهم صورة لمصر ولكن ظاهر عليها دمار قوي جدا، والغريبة كمان ان الصورة دي كان شكلها مرعب جدا، ده على حسب وصف العرب الروحانيين اللي حضروا الاجتماع ده. الغريبة ان الصورة دي لما ظهرت للروحانيين كان فيها مجموعة كبيرة جدا من رجال السياسة، وهنا كان مجموعة الروحانيين اللي قاعدين مش فاهمين هو الصورة دي عايزة تقول لهم ايه. الغريب كمان ان الرئيس مبارك ما كانش ظاهر في الصورة خالص، ما كانش ليه وجود تماما، برغم ان مجموعة كبيرة من السياسيين ظهروا في الصورة عادي قدام عينيهم وبشكل واضح. وكان تفسيرهم ساعتها ان احتمال بنسبة كبيرة الرئيس مبارك يموت تاني يوم، وبعدها تشكلت قدامهم صورة غريبة للشيخ الشعراوي. وهنا رجع الروحانيين قالوا ان اللي هيموت هو الشيخ الشعراوي، وان الرئيس مبارك هيعمل له مراسم دفن وعزة كبيرة جدا تليق باسمه. ولما ظهرت صورة الشيخ الشعراوي كان باين على وشه علامات الحزن جدا. كان العرافين دول بيشتغلوا مع ناس كبيرة جدا، الناس دي كانت بتدفع ارقام كبيرة جدا ليهم في مقابل ان هم يقولوا لهم الاسرار ويقولوا لهم الطالع ويدوا لهم شوية نصايح ومفيش مشاكل يظبطوا لهم الطاقة الروحانية بتاعتهم شوية، واذا احتاج الامر ممكن يعملوا لهم شوية اعمال سحرية. وغالبا الاعمال السحرية اللي كانوا بيعملها لهم دي كان ليها اثر كبير جدا، وعشان كده كان بيدفعوا مبالغ مالية كبيرة جدا. المجموعة الروحانية دي بعد ما خلصت الجلسة بتاعتهم وشافوا الصورة الغريبة اللي ظهرت لهم وشافوا ان في احداث غريبة هتحصل في مصر تاني يوم، حاولوا يوصلوا الصورة دي لمجموعة من السياسيين ورجال الدولة من المشاهير وقالوا لهم اللي شافوه. لكن كتير جدا منهم ما اقتنعوش باللي قالوه، وقالوا ان غالبا الناس دي بتقول لهم كده علشان ياخدوا منهم شوية فلوس او يضحكوا عليهم باي حاجة. لحد ما جاء تاني يوم وتحديدا الساعة 3:09 زي ما قلت في اول الحلقة، حصل اقوى زلزال كارثي ممكن يحصل في مصر. تعالوا بقى نراجع جلسة الروحانيين اللي حصلت قبلها بيوم، وتعالوا نشوف اللي اتحقق منها ايه من خلال الصورة اللي ظهرتها لهم الروح اللي هم حضروها في الجلسة السرية. اولا ان الرئيس مبارك فعلا ما كانش
موجود، لأنه كان في زيارة رسمية للصين وكان موجود هناك، وأول ما عرف بموضوع الزلزال رجع بسرعة على مصر. النقطة الثانية إن الشيخ الشعراوي طلع في كل القنوات وطلع في لقاءات كتير، وعلى وشه فعلا علامات حزن قوية جدا على اللي حصل في مصر والأهل مصر، ولأن الرئيس مبارك كان خارج البلاد فعلا فطبيعي إنه ما يكونش في الصورة اللي طلعتها لهم الروح في الجلسة اللي حصلت قبلها بيوم، برغم إن القصة دي جت على لسان واحد من الروحانيين اللي مرضاش يقول اسمه، واللي اتكتبت في واحدة من المواقع الإخبارية الكبرى. جمعية الأهرام الروحية كانت جمعية مشهورة في مصر بشكل طبيعي، وكان بينضم ليها مجموعة كبيرة من الصحراء والمشعوذين، والصورة العلنية للجمعية إن هي بتعتمد على علاج الناس بالروحانيات، لكن الصورة الحقيقية السرية لجمعية الأهرام الروحية إنها كانت جمعية متخصصة في السحر والطلاسم وفك السحر وعمل السحر الأسود بأنواع المختلفة، ده غير إنهم عندهم تحكم قوي في الجن وعشائر الجن من خلال طلاسم كتير جدا، سواء هم كانوا أصحاب الطلاسم دي أو طلاسم موجودة في كبرى الكتب المتخصصة في المجال ده زي شمس المعارف والعزيف وغيره. وحاولت أتواصل مع أي حد من الشيوخ المتخصصين في علوم الطاقة بشكل عام علشان أتأكد من المعلومة، هل فعلا ممكن إنسان يبقى عنده كرامة أو عنده طاقة روحانية عالية توصله لمرحلة إن يشوف صورة حقيقية أو أقرب للواقع ممكن يشوفها قبلها بيوم لحدث هيحصل فعلا؟ هل فعلا في ناس عندها القوة دي؟ هل فعلا في ناس عندها القدرة إنها تعالج بالطاقة الروحانية؟ هل فعلا في ناس عندها الطاقة كبيرة قوي لدرجة إنها لما تقول على حاجة إنها هتحصل فعلا تحصل؟ سلام عليكم.